السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الـ ectopic pregnancy. الـ definition of ectopic pregnancy عبارة عن حمل خارج الـ endometrial cavity، حمل خارج الـ endometrial cavity، وده خطير، خطير جدا، وعايزك تركز معايا في الموضوع ده لانه هيموت الام. الـ ectopic pregnancy ممكن يموت الام. طيب، في معلومة عايزك تاني تعرفها، ان الانسيدنس بتاع الاكتوبيك بريجنانسي في اخر 20 سنة زاد جدا. طب ليه يا دكتور زاد جدا؟ عشان 3 حاجات هكتبهم لك وبعد كده هنقول ايه اللي خلاهم يزودوا الاكتوبيك بريجنانسي. اول حاجة sexually transmitted diseases، تاني حاجة الكونتراسيبشن بالانترايوترين كونتراسيبتيف ديفايس، وتالت حاجة الاسيستد ريبرودكتيف تكنيك او الاي في اف اللي هو الان فيترو فيرتلايزيشن. طيب السيكشوال ترانسميتد ديزيز بتزود الاكتوبيك بريجنانسي ليه؟ لان الفكرة في حدوث الاكتوبيك بريجنانسي هي معوق لوصول الامبريو من الفالوبيان تيوب بعد عملية الفيرتلايزيشن للاندوميتريال كافيتي. يبقى في حاجة منعت وصول الامبريو من عند الفالوبيان تيوب للاندوميتريال كافيتي. في السيكشوال ترانسميتد ديزيزز ممكن يبقى حصل فايبروزز وادهيجنز حوالين التيوب، تخلي التيوب كينكد متنية، او حتى تعمل obstruction جوه التيوب وتخلي الامبريو يقف وما يقدرش يوصل للاندوميتريال كافيتي، فيضطر يعمل implantation في مكان مش مكانه اصلا. تاني حاجة الانترايوتراين كونتراسيبتيف ديفايسز. الانترايوتراين كونتراسيبتيف ديفايس مع انه بيقلل نسبة حدوث الحمل، الا ان الحمل اللي ممكن يحصل due to failure of the device ممكن يبقى ectopic. يبقى الانترايوتراين كونتراسيبتيف ديفايس بيقلل البريجنانسي عموما، ولكن جوه الفيميلز اللي مركبين انترايوتراين كونتراسيبتيف ديفايس لو حصل حمل احتماليه انه يحصل ectopic اكتر من الست النورمال. فاهمين النقطة دي؟ يبقى الانتراترين كونتراسيبتيف ديفايس بيقلل نسبة البريجنانسي عموما لان هو كونتراسيبتيف ديفايس، ولكن نسبة حدوث الاكتوبك في الستات اللي مركبين انتراترين كونتراسيبتيف ديفايس بالمقارنة هي اكتر من النسبة في الفيميل النورمال اللي من غير كونتراسيبتيف ديفايس. الان فيترو فيرتلايزيشن، لان انا باخد الاوريدي فيرتلايزد الاوريدي فيرتلايزد اوفم وبنقلها جوه الفالوبيان تيوب، ساعات في ممكن نقل جوه الفالوبيان تيوب او حتى جوه الاندوميتريال كافيتي. فممكن زي ما هنشوف الاسباب في الانيوميريشن كاتيولوجي اوف اكتوبيك بريجنانسي، هقول لكم ليه بيحصل او ليه نسبته بتزيد مع الان فيترو فيرتلايزيشن. لما اجي اكلمك على السايتس بص على الرسمة دي. في الرسمة دي هتعرف ان الاكتوبيك بريجنانسي هو حمل خارج الرحم، ممكن يبقى في اي مكان، ولكن المكان اللي لازم يبقى في دماغك يساوي الاكتوبيك بريجنانسي هو التيوبال بريجنانسي، حمل داخل الانبوبة. في انهي حتة في انبوبة؟ في الأنبوبة، في أوسع حتة اللي هي الأنبولة. الأنبولة 80% من الإكتوبيك بريجنانسي بيبقى موجود في الأنبولة، والباقي ممكن يكون في الأوفري، ممكن يكون في الفيمبريا أوف ذا تيوب، ممكن يكون في الإسموس أوف ذا تيوب، وممكن يكون في السيرفكس، وممكن يكون ايفن خرج خالص بره الفيمبريا وبقى ابدومينال. يبقى احنا كده خلصنا السايتس اوف ذا اكتوبيك بريجنانسي اللي ممكن يكون
فيها. ايه الاتيولوجي اللي يخلي الاكتوبك بريجنانسي يحصل عموما؟ ودي مهمة جدا جدا بس سهلة في نفس الوقت. اللي بيعمل الاكتوبك بريجنانسي او الاتنين المشاركين في الاكتوبك بريجنانسي هو الفيميل جينيتال سيستم في ناحية والامبريو اللي هيعمل امبلانتيشن في ناحية. فالطبيعي ان انا اقول لك ان اسباب الاكتوبك بريجنانسي بتنحصر في الحاجتين دول، يا اما حاجة مشكلة في الحيطة اللي انا هعمل فيها امبلانتيشن، يا اما مشكلة في الحاجة نفسها اللي هتعمل امبلانتيشن. طيب ممكن تكون في مشكلة congenital، بمعنى congenital في الفالوبيان تيوب قصيرة جدا او فيها diverticuli، يعني الفالوبيان تيوب بدل ما هي ستريت لا ده فيها حتة طالعة كده، فالامبريو هو ماشي قالك الله دي حتة واسعة وقعد وعمل فيها الامبلانتيشن بتاعه. تاني حاجة تروما. طيب والتروما دي هتعمل ايه؟ التروما دي لو انا عورت الفالوبيان تيوب وحصل حواليها ادهيجنز ممكن يبقى فيه كينكينج في الباثوي بتاعها او ايفن اوبستراكشن في الباثوي بتاعها، فيجي الامبريو هو ماشي عند الكينكينج ده ممكن ما يقدرش يعدي، او حتى ايفن عند الاوبستراكشن ما يقدرش يعدي ويقولك بس انا هقعد واعمل امبلانتيشن هنا، دي التروماتيك. بنفس الفكرة الانفلاميشن اللي بتأفكت التيوب ممكن تعمل حواليها فايبروزز وتمنع حدوث الامبلانتيشن في مكانه الصحيح. النيوبلازم، وجود تيومر يعمل كينكينج في الفالوبيان تيوب، يعني لو تخيلنا ان ده تيومر مثلا موجود في البريتونيوم عمل كينكينج في الفالوبيان تيوب وقد يكون قفلها بسبب الكينكينج العنيف ممكن يعمل لي اكتوبك بريجنانسي. في حاجة كمان كنا خدناها في الجاينة بتعمل ادهيجنز اللي هي الاندومتريوزز. الاندومتريوزز قلنا شوية الدم اللي بيقعوا في البريتونيوم بيحصل لهم فايبروزز وبيعملوا ادهيجنز ممكن يلزقوا التيوب في بعض. ويتبقى لنا حاجة انا كنت قلت لكم عليها قبل كده بس نرجع نفكركم بيها، ان البروجستيرون عموما ما بيصدق يشوف عضلات ويقول لها عشان خاطر يريحي ما تتعبيش ما تشتغليش. من ضمن الحاجة اللي بيقول لها كده الفالوبيان تيوب نفسها او الموتيليتي جوه الفالوبيان تيوب، لان الامبريو عشان يمشي بيمشي بفعل سيليا موجودة جوه الفالوبيان تيوب او شعيرات دقيقة موجودة جوه الفالوبيان تيوب. البروجستيرون اللي موجود جوه الكونتراسيبتيف بيلز اللي هي بروجستيرون اونلي بيلز بتقلل التيوبال موتاليتي، بتقلل التيوبال موتاليتي وممكن تؤدي الى حدوث اكتوبك بريجنانسي. طب احنا كده اتكلمنا عن الشق الاول اللي هو شق الام والجينيتال تراكت بتاعها هو اللي فيه مشكلة ما خلتش الامبريو الكويس يعني يوصل لغاية الاندوميتريال كافيتي. طيب كوزز في الامبريو ده، الامبريو ده حصل فيه مشكلة خلته يلحم بدري، هو المفروض سبحان الله ما يبدأش يعمل امبلانتيشن الا لما يوصل للاندوميتريال كافيتي، تبدأ الزونة باليوسيدا والغشاء اللي حواليه يختفي وتبدأ السنسيتيو تروفوبلاست والصوابع اللي هتاكل دم الام تتكون وناكل دم الام ونعمل بروسيس اوف امبلانتيشن. يبقى الطبيعي انك تقول لي لو الزونة باليوسيدا دي اختفت بدري هيحصل ممكن يحصل اكتوبك بريجنانسي، لو التروفوبلاست اتكونت بدري عن ميعادها برضو هيحصل اكتوبك بريجنانسي.
ولو كان امبريو شقي وقعد يلعب وحصل له مايجريشن، وحصل له مايجريشن من جوه الاندوميتريال كافيتي للفالوبيان تيوب اللي قصاده عمال بيلعب ويهرج، يبقى بالمايجريشن ممكن يحصل اكتوبيك بريجننسي. طب ايه مشكلة الاكتوبيك بريجننسي؟ مشكلة الاكتوبيك بريجننسي ان التيوب او اي مكان تاني ربنا ما خلقهوش علشان يحصل فيه الحمل. طيب ده هيؤدي المشكلة؟ اه طبعا يؤدي الى مشكلة، ومشكلة كبيرة كمان. المشكلة الكبيرة اللي بيعملها الاكتوبيك بريجننسي ان الفيتس او الامبريو ده ما يعرفش غير انه ياكل، وان المكان اللي حواليه مش مستعد للبريجننسي ولا ينفع يبقى فيه بريجننسي. فالفيتس هيبدأ ياكل البلود فيسلز اللي موجودة في الفالوبيان تيوب ويعمل امبلانتيشن، متخيل ان هو في الاندوميتريال كافيتي، ويبدأ يكبر ويكبر ويكبر لغاية اما الكاباسيتي بتاعة الفالوبيان تيوب ما تقدرش تستحمل ده، فممكن يحصل لها رابتشر زي ما هنشوف كمان شوية. واليوترس في اللحظة دي due to the effect of hormone هيبقى البطانة بتاعته المفروض انها مستعدة لاستقبال الجنين. طيب الجنين مجاش، ولكن الهرمونز بيتم افرازها، لان الهرمونز بيتم افرازها من فين؟ من السنسيتيوتروفوبلاست، والسنسيتيوتروفوبلاست كلت بلاد فيسلز تانية وبدأت تفرز الهرمونات، فالهرمونز اللي بتعمل البطانة بتاعت اليوترس وبتحضره لسه موجودة، وبناء عليه البطانة بتاعت اليوترس بطانة واحدة حامل، بينما هي مش حامل حمل جوه اليوترس ولكن حامل حمل بره اليوترس. نيجي بعد كده ليه السكة دي اخرتها ايه؟ السكة دي اخرتها يا اما undisturbed. يعني ايه undisturbed؟ يعني الحمل ده مش هيحصل له حاجة او ما حصلوش حاجة، لان لازم حمل في الانبوبة يحصل له حاجة، لان الانبوبة مش معدة لاستقبال الجنين. ولكن كلمة undisturbed يعني انا اكتشفت الحمل اللي في الانبوبة قبل ما يتحول الى disturbed، قبل ما يتحول الى disturbed يعني قبل ما يعمل مشكلة بمعنى اصح. نيجي بعد كده للنوع التاني اللي هو disturbed، النوع اللي عمل مشكلة وبدأ يظهر. النوع اللي عمل مشكلة ده يا اما يكون عمل مشكلة sub acute يعني قليلة شوية، يا اما عمل مشكلة acute، يا اما عامل مشكلة chronic. ايه الفكرة في disturbed؟ ان انا مع مرور الوقت وانا كتيوب مش معدة لاستقبال الجنين ده هيحصل سيباريشن وبليدنج جوه التيوب، يحصل سيباريشن وبليدنج جوه التيوب. على حسب كمية البليدنج وعلى حسب كمية البين وعلى حسب كمية الهيمورج اللي بتحصل قسمناهم الى الساب اكيوت والاكيوت والكرونيك، وممكن توصل لدرجة ان يحصل رابشر بره التيوب اصلا ويبقى الفيتس موجود جوه البريتونيال كافيتي، وبتحصل حاجة رير جدا جدا، وهي ان الفيتس بعد ما طلع من الفالوبيان تيوب بالسنسيتيوتروفوبلاست اللي بتاكل في اي حاجة دي يروح راشق في ابدومينال اورجانز او في الابدومينال بريتونيوم ويعمل امبلانتيشن ويبقى اسمه secondary abdominal pregnancy. نيجي بعد كده نتكلم عن كل نوع على حدة. لازم اقولك الاول زي ما قلنا، لازم اقولك في الاول تريات كبير قوي زي ما قلنا تريات بتاع الابورشن، هقولك تريات موجود في الاكتوبيك بريجننسي، وهو عبارة عن امينوريا كمؤشر على انه حصل حمل
plus symptoms of early pregnancy. عايز تقولها قولها، وبعد كده بين، وبعد كده bleeding، بعد كده بين، وبعد كده bleeding. والبين هنا هو الموست امبورتنت، هو الموست امبورتنت، لانه هيحصل disruption ل ال disruption للممبرينز وdisruption للتيشوز اللي حصل فيها الاكتوبيك بريجننسي، هتعمل بين عنيف، وبعد كده البليدنج يبقى بعدين. ليه البليدنج بيتاخر؟ لان مكان البليدنج موجود في التيوب، فعبال ما يوصل للاكسترنال جينيتاليا بتكون المصيبه حصلت. فالبين هنا هو الموست امبورتنت. كلمة undisturbed ectopic زي ما قلنا هو ectopic pregnancy، انا قدرت اشخصه بدري قبل ما يفرقع. ايه اللي بيحصل؟ ان في ميل بتيجي تشتكيلي بتقولي ان جنبها وجعها وجع بسيط، وانا دكتور موسوس ودكتور من عين شمس، زي بتاع عين شمس اي واحد عنده صداع يبقى brain tumor till prove otherwise. ممكن برضو واحد كده موسوس كده من عندنا من عين شمس، حد يقول له او واحدة في ميل تقول له انا جنبي بيوجعني وكان عندي امينوريا، وهو اكتوبيك مايندد قوي كده وعنده هاي ليفل اوف سسبشن، يشخص ويبقى شاطر ويشخص ان عندها طبعا اللي قال انتراكرينال تيومر ده في البلالة. وات از كومن از كومن، ولكن في موضوع الاكتوبيك بريجننسي مهم، لان ده قد يؤدي بحياة، قد يؤدي بحياة الام. الاندستربد اكتوبيك محتاج دكتور هايلي سسبشن، اكتوب هايلي سسبشس واكتوبيكالي مايندد، يشخص ان عندها الاكتوبيك بريجننسي ده. ايه الساينز بتاعتي؟ الساينز بتاعتي ان عندها ساينز اوف بريجننسي جنرال، واليوترس بتاعها زي ما قلنا ان بتبقى الهرمونز شغاله عليه، فبيبقى سلايتلي انلارجد. وبعد كده الادنكسة لو انا عملت باي مانوال اكزامينيشن هلاقي فيها سلايت تندرنس، سلايت تندرنس. بعد كده نتكلم عن السب اكيوت، سب اكيوتلي ديستربد اكتوبيك، وده اكتر حاجة بنشوفها في الاكتوبيك بريجننسي تقريبا 60%. ايه حكايته؟ حكايته نفس الحكايه اللي مكتوبه بالاخضر فوق، واحده كان عندها امينوريا، بعد كده حصل لها بين عنيف جدا، وبعد كده جالها بليدنج بسيط قوي. طيب الامينوريا وعرفناها دي دليل على انها حامل، وبعد كده البين بيبقى صادن وسيفير بين. طيب sudden severe pain ده بيبقى علشان erosion في ال wall بتاع الفالوبيان تيوب، وغالبا بيبقى في bleeding عنيف جوه الابدومن، وبعد كده بيحصل bleeding بسيط لبره. وزي ما قلنا البليدنج البسيط اللي بره ده بيبقى علشان السبورت بتاع اليوترس خلاص ما بقاش موجود، والهيومن كورونيك جوناتروفين اتقطع، فممكن يحصل شوية ديسيديوال هيموريج، البطانة بتاعت اليوترس تبدأ تنقط شوية دم. طيب ايه الساينز اللي انا هشوفها في الفيميل دي؟ شوك على طول كده يا دكتور؟ شوك، various degrees of shock. ليه؟ من كتر البليدنج العنيف او من كتر الالم العنيف. والبليدنج زي ما احنا عارفين بيعمل ايه؟ البلس يزيد والبلد بريشر يقل. اول ما تلاقي عيان عنده البلد بريشر قليل والبلس بتاعه زايد، تشك على طول ان فيه هيموريج في حتة انا مش واخد بالي منه. لما اجي ابص على الابدومن بتاعة البيشنت دي هلاقي عندها اكيوت ابدومن بكل ما تحمله كلمة اكيوت ابدومن، فسرها انت معايا. ريباوند تندرنس، ريجيديتي وتندرنس وديكريزد موفمنت وكل الحاجات دي. ولما اجي اعمل لوكال اكزامينيشن بتحصل حاجة بتبقى مؤلمة جدا جدا جدا، فبتحصل حاجة اسمها الجامبينج ساين،
jumping sign. اول ما اجي احط ايدي عشان اعمل examination الاقي الست نطت مني من كتر الالم، نطت من كتر الالم. دي كلمة jumping sign ودي مهمة في ال cases. ده السب اكيوت، ما بالك بال اكيوت. ال اكيوت بيبقى فيه كلمة massive peritoneal hemorrhage، حصل hemorrhage عنيف جدا والست حصل لها collapse كمان، والست حصل لها collapse كمان. وكمل نفس الساينز من الساب اكيوتلي ديستربد، هلاقي طبعا الست في شوك وهلاقي عندها الساينز كلها بتاعه الاكيوت ابدومين. ممكن الاقي حاجه بالديتكت الانترابريتونيال او الاكسترا بريتونيال هيمرج او هيمرج العنيف اللي هي الكولن ساين، الكولن ساين. وبعد كده عندي حاجه اسمها الكرونيك بلفيك هيماتوسيل، وهي عباره عن كولكشن اوف بلاد في الدوغلاس باوتش. لو افترضنا ان ده اليوترس نايم على اليورينري بلادر قدامه في الدوغلاس باوتش اللي هي البريتونيال ريفلكشن، الدم اللي نتج عن ربشره من الاكتوبيك بريجنانسي هيقعد ويترسب في الدوغلاس باوتش هنا، وبعمل له ايفاكيويشن عن طريق يا اما لابروسكوب، ادخل باللابروسكوب واعمل له ايفاكيويشن، او من خلال لو افترضنا ان دي الفاجينا، من خلال الفاجينا ادخل واعمل حاجه اسمها بوستيريور كول بوتومي. وفي حاجه نادره ممكن تحصل زي ما قلت لكم عليها اللي هي الابدومينال بريجننسي، الابدومينال بريجننسي ان بعد ما الاكتوبيك رابشر من التيوب يروح ويتشعبط في اي حاجه، في البريتونيوم، في اي حاجه. ايه المشكله؟ ان التيشوز اللي بتتشعبط دي لو كانت في اليوترس، اليوترس في بلين اوف سيباريشن اللي هو البلاسينتا، في بلين اوف سيباريشن، ولكن في الابدومين مفيش البلين اوف سيباريشن اللي موجود، اللي كنت بفصل البلاسينتا. هنا مش هقدر افصل التيشوز اللي اتشعبطت دي، فبدخل باللابروسكوب بشيل البرودكتس اوف كونسبشن. وبالنسبه للاجزاء الريتيند من البلاسينتا ما اقدرش اشيلها، لان كل ما اشيلها هتجيب دم ومش هعرف اعمل له كنترول، فبسيبها واقفل عليها، ويا اما اخليها يا اما اديها حاجه تموتها ببطء اللي هي الميثوتريكسيت. لما نيجي بعد كده نتكلم عن الانفستيجيشنز، الانفستيجيشن دي هتبقى خاصه بالاندستربد اكتوبك بوحدة ست كان عندها قبل كده يا اما سيكشوالي ترانسميتد ديزيز او بلفيك انفلاماتوري ديزيز، او كانت مركبة ديفايس وحصل بريجنانسي اون توب اوف ذا ديفايس. طب ليه يا دكتور انفستيشنز دي خاصة بدي بس والتانيين كوخة يعني؟ لا، لان البيشنت بتاعت الاكيوت والسب اكيوت اوريدي بتبقى داخله مني في شوك، والانفستيجيشنز مش هتبقى مهمه قد ما اني الحق انقذ حياه العيانه على طول. اول انفستيجيشن ان انا اعمل بريجننسي تيست. بريجننسي تيست بعمله علشان اتاكد من حاجتين، ان هو فعلا في كلمة pregnancy، يعني احنا قلنا ectopic pregnancy، يبقى اتأكد ان ده سبب ليه علاقة بالحمل اصلا، يبقى دي النقطة الاولانية. طب والنقطة التانية، علشان اشوف هل الليفل بتاع البيتا اتش سي جي بيحصل له زي الطبيعي doubling every two days ولا لا. في الاكتوبك هيبقى بعد يومين اجي اقيسه في يوم، وبعد كده اجي اقيسه بعد يومين هلاقيه less than 66%، less than 66%، يبقى مش هيحصل الدبلنج بعد يومين. تاني حاجة بعملها ان انا بعمل الترا ساوند. طيب في الالترا ساوند اللي بعمله، سواء ترانس فاجينال الترا ساوند اللي بشوف الفيتس فيه عند خمس
أسابيع أو ترانس أبدومينال ألتراساوند اللي بشوف الفيتس فيه عند 7 أسابيع. لو كان انترايوتراين هشوف الساك أوف بريجنانسي انترايوتراين، هشوف الساك انترايوتراين، ولو كان اكسترايوتراين بريجنانسي مش هلاقي الساك، هلاقي ساك صغنونة جوه اليوترس مش موجود فيها الفيتس، لان الفيتس بقى في مكان غير المكان الطبيعي اللي موجود اللي المفروض يكون فيه. التشخيص بتاع الاكتوبيك بريجنانسي صعب جدا، صعب جدا فعلا، لان في لكل حاجة بتلخبط معاها. فبناء عليه قال لك خلاص انت هتستخدم الانفستيجيشنز دي في واحدة جايالك بتشتكي من ادنكسل بين وعندها ادنكسل سويلينج بسيط يعني في الاندستيربد، هتعمل ايه؟ هتعمل كومباينيشن من الاتنين، من الالترا ساوند مع البيتا اتش سي جي، تعمل كومباينيشن ما بين الاتنين. قال لك ان الطبيعي في الانترا يوتيراين، في الانترا يوتيراين بريجنانسي، ان لو كان الليفل بتاع البيتا اتش سي جي 6000 ملي انترناشنال يونت بير ملي، يبقى انا لازم اشوف الساك اوف بريجنانسي بالابدومينال الترا ساوند. طيب ولو كان الليفل بتاع البيتا اتش سي جي 2000 ملي انترناشنال يونت بير ملي، يبقى انت لازم تشوف الساك اوف بريجنانسي بالفاجينال الترا ساوند. طب فرضا انا عندي الليفلز دي من البيتا اتش سي جي في الفيميل اللي جايالي، ولكن مش لاقي، او عندي حتى ليفلز اعلى من كده بس مش شايفها بالفاجينال الترا ساوند عند الليفل اوف 3000. يعني مثلا واحدة جات لي الليفل بتاع البيتا اتش سي جي بتاعها 3000 ومش لاقي ساك اوف بريجنانسي جوه اليوترس بالترانس فاجينال الترا ساوند، او واحدة جات لي البيتا اتش سي جي بتاعها 9000 ومع ذلك مش شايف الساك اوف بريجنانسي بالابدومينال الترا ساوند، يبقى ده يخليك تقول ان ده موست بروبابلي اكتوبيك بريجنانسي. طيب وهعمل كده واسكت؟ لا، انا لازم ابقى دايما، لازم ابقى دايما خايف من القادم ومتوقع القادم، فلازم اعمل لها سيريال هيموجلوبين علشان لو كان حصل لها هيموريج. طيب ايه كمان ممكن بعد الحاجات دي كلها استيل ما وصلتش للدياجنوزز اوف اكتوبيك بريجنانسي؟ فاحلى حاجة تشخص الاكتوبيك بريجنانسي هي اللاباروسكوب. ادخل اتفرج على الفالوبيان تيوب بنفسك، هتلاقي الاكتوبيك بريجنانسي موجود في التيوب. في حاجات تانية استخدموها لتشخيص الاكتوبيك بريجنانسي بس مش افكتيف قوي، زي البروجستيرون ليفل، زي البروجستيرون ليفل لو اكتر من او يساوي 25 نانو جرام بير ملي، يبقى ده نورمال انترايوتراين. ولو اقل من 5 نانو جرام بير ملي، يبقى ده اب نورمال ليفل. بكده نكون وصلنا لغاية الانفستيجيشنز بتاعت الاكتوبيك بريجنانسي، والحصة الجاية تبقى حصة صغيرة في ازاي اعالج الاكتوبيك. ومن دلوقتي لازم اقولك ان اول كلمة في علاج الاكتوبيك بريجنانسي هي ريسسيتيشن، لان السب اكيوت ديستربنس اللي هو بيشكل 60% من الاكتوبيك بريجنانسي والاكيوت بعد كده، الاتنين بتبقى فيهم الام كولابسد وشوك علشان عندها هيموريدج جامد جدا. فاول ستيب في التريتمنت من قبل ما نبداه لازم تقول لي هي ريسسيتيشن.